مساء الخير مشاهدينا الكرام، عناوين النشرة الرئيسية: حفل استقبال بالرباط على شرف الناجحات والناجحين في مباراة ولوج خطة العدالة 2018، مبادرة تحتفي بولوج المرأة لأول مرة في تاريخ المملكة مهنة عدل تنفيذا للتعليمات الملكية السامية. المعهد المتخصص في مهن معدات الطائرات ولوجستيك المطارات بنواصر قطب للتكوين بإشعاع دولي لمواكبة تطور القطاع. استمرار الطقس الحار بعدد من مناطق المملكة والمسابح والشواطئ وجهات مفضلة للتخفيف من شدة الحر خلال موسم الاصطياف. بالجزائر، العداؤون المغاربة يتألقون في اليوم الأول من منافسات ألعاب القوى والتتويج بميدالية فضية في سباق 1500 متر ذكور، ليرتفع مجموع ميداليات المغرب في مختلف الرياضات إلى 61. أهلا بكم بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. استقبل الجنرال دوكور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية اليوم على مستوى القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط السيد روبرت كارم مساعد وزير الدفاع الأمريكي المكلف بالشؤون الأمنية الدولية. وأوضح بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن المحادثات التي جرت بحضور رؤساء مكاتب القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية ومفتشي القوات الجوية الملكية والبحرية الملكية والسيدة جينيفر رسامي مانانا القنصل العام للولايات المتحدة بالمغرب تناولت مختلف أوجه التعاون العسكري بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. وأبرز البلاغ أن الطرفين أعربا عن التزامهما بضمان مواكبة أشغال اللجنة الاستشارية المغربية الأمريكية للدفاع من أجل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين. المسؤول الأمريكي أجرى كذلك مباحثات مع كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مونيا بوستا، تمحورت حول سبل تعزيز علاقات التعاون بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. وشكلت هذه المباحثات مناسبة لاستعراض التعاون المتميز مع الولايات المتحدة الأمريكية خاصة في الشق العسكري والأمني، وللتذكير بدور الوسيط الذي يطلع به المغرب والذي مكن من حلحلة أوضاع معقدة وتجنب أزمات في العديد من البلدان الأفريقية، بالإضافة إلى التأكيد للمسؤولين الأمريكيين على دعم المملكة الرامي لمرافقة مبادرات وجهود الولايات المتحدة بهدف ضمان السلم والأمن بأفريقيا. لأول مرة في تاريخ المملكة تلج النساء مهنة عدل تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله القاضية بفتح المجال أمام المرأة لولوج خطة العدالة وممارسة مهنة عدل، الأمر الذي يكرس الخيار الديمقراطي الحداثي الذي اختارته بلادنا لا سيما في مجال حقوق المرأة ورفع كل أشكال التمييز والحيف عنها، ويعزز مكانتها إلى جانب الرجل. وقد بلغت نسبة الناجحات في المباراة النهائية الخاصة بولوج خطة العدالة برسم سنة 2018 أكثر من 37%. اليوم أقيم بالرباط حفل استقبال على شرف الناجحات والناجحين في مباراة مهنة العدول. حسن طباعي وعبد العلي أيد. ولوج المرأة لخطة العدالة يكتسي أهمية بالغة في مسار إصلاح منظومة العدالة وملائمتها للواقع، خاصة وأن المرأة أبانت عن اقتدار في توليها لمختلف المناصب، كما أن المهنة ستنظم عملية الإشهاد لتتلائم مع ولوج النساء للمهنة. تتويج لمسار انطلق مع الأمر الملكي السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بفتح خطة العدالة أمام النساء وتمكين النساء من ولوج هذه المهنة التي ظلت على امتداد التاريخ
حكرا على الرجال. تناب أننا طلبنا بأن يكون التلقي ليس بالطريقة العقيمة سواء على صعيد المذكرة ولا على صعيد القاضي المكلف بالتوثيق والمراقبة ولا على صعيد النساخة بطريقة عقيمة ولا على صعيد التلقي الثنائي، بل ستتلقى المرأة بإذن الله حسب ما طلبناه في القانون الجديد منفردة عن أخيها الرجل، وسيتلقى الرجل منفردا بطبيعة الحال. رهانات متعددة على دور المرأة في خطة العدالة والتي تؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ التوثيق العدلي. فإذا كانت خطة العدالة من مساعد القضاء فمن شأن هذه المهنة الرفع من المردودية ومن نجاعة القضاء ومن كذلك من الإسهام بشكل كبير جدا في الرفع من الورش ورش إصلاح منظومة القضاء. أشعر بالفخر والاعتزاز على أن أكون من أول النسوة العدول التي يلجن إلى خطة العدالة التي كانت حكرا على الرجال، والفضل يرجع إلى صاحب الجلالة الذي مكننا من دخول هذا العالم وهو مجال التوثيق العدلي. حقا إنه لفوز عظيم سجل في التاريخ المغربي، فهنيئا لهذا الفوز المعزز بالمرأة التي هي رهان منذ الأزل لترسيخ مكتسبات على القواعد المنضبطة والتي نادى بها صاحب الجلالة نصره الله وأيده. المرأة العدل ستندمج إذن بكفاءة في توثيق العقود وحفظ الحقوق وتحرير الالتزامات، كما أن ولوجها إلى مهنة عدل سيفتح آفاقا جديدة للمهنة من خلال التحديث والتنظيم لملائمتها مع مختلف المستجدات. فوج هذه السنة للعدول يعرف لأول مرة إدماج المرأة في هذه المهنة، حيث تشكل النساء نسبة 37% من نسبة الناجحين لولوج التكوين الخاص بخطة العدالة. نماذج يسوقها لنا روبورتاج عبد الحميد جبران وحمزة السائح. وئام وسناء حاصلتان على الإجازة في الحقوق، اليوم أولى خطواتهما في مهنة كانت بالأمس حكرا على الرجال، مهنة العدول. حلم الأمس صار اليوم حقيقة. أنا من الصغر ديالي كتعجبني مهنة ديال العدل، خصوصا أنني دوزت عدة فترات تمرينية عند مكاتب ديال العدل، كنت كنتمنى شي نهار أنني نكون في هاد المرتبة هذه. صفحة جديدة في تاريخ المهنة بالمغرب تكتبانها اليوم، ومعهما حوالي 300 من النساء الأخريات سينضمن إلى عدول المملكة. جلالة الملك نصره الله أعطى المرأة هذا التشريف وهذا العزة أنها تمارس هذه المهنة. الحمد لله النساء بينوا على الجدارة ديالهم وبينوا على الاستحقاق ديالهم، وإحنا كذلك هذا الفوج إن شاء الله غيكون نحاول نزيدوا بالمهنة القدام. بتوجيهات ملكية سامية صار للمهنة الصوت النسوي، فللمرأة المغربية تاريخ حافل بالنجاحات في مختلف المهن. سيعطي يعني دفعة جديدة لهذه المهنة على غرار ما وقع بالنسبة لمهن أخرى ولجتها المرأة، سواء كقاضية أو كمحامية أو كخبيرة أو كمهام سامية أخرى أبانت فيها المرأة المغربية عن جدارتها وكفاءتها في تولي مثل هذه المسؤوليات. محاربة النوع ستصبح في المستقبل واقعا في مهنة العدول بعد أن تنهي هؤلاء الشابات سنة من التكوين، وهن اللائي يشكلن نسبة 37% من فوج هذه السنة، فقريبا سيوثقن التعاملات والعقود. بالأمس اختتم البرلمان بمجلسيه الدورة الربيعية بحصيلة شملت عدة جوانب تتعلق بالعمل الرقابي وبالجانب التشريعي والدبلوماسية البرلمانية. مجلس النواب وبحكم الاختصاصات المخولة له دستوريا صادق على 65 نصا تشمل عددا من النصوص المؤسسة مثل مشروع القانون المتعلق ببنك المغرب وآخر يخص إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية وغيرها. تقرير سعيد غنام وعبد الرحيم فيلول. Thank you.
عرفت أشغال اليوم الأخير من الدورة الثانية من السنة التشريعية الحالية التصويت على عدد من القوانين، من بينها تعويض إجمالي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، المساعدة الطبية على الإنجاب، بالإضافة إلى مجموعة من النصوص المرتبطة بالقطاعات الاجتماعية والاقتصادية. هذه السنة كانت متميزة أولا بتفعيل القانون الداخلي اللي تعطي توضح سلطات أكثر ومواضيع أكثر، وعطى واحد الإشاع للمؤسسات التشريعية سواء في الجانب الرقابي أو في الجانب التشريعي. الحصيلة ديال هاد السنة التشريعية هي كانت حصيلة إيجابية، على اعتبار على ان واحد المجموعه ديال المجالات الاشتغال ديال المجلس ما يتعلق بالرقابه ولا ما يتعلق بالتشريع كانت واحد المجموعه ديال المهام الاستطلاعيه في واحد القطاعات متعدده، ربما كان نقاش اكثر حول المهمه الاستطلاعيه المتعلقه بالمحروقات، ولكن كانت هناك مهام استطلاعيه اخرى. فروق المعارضة بمجلس النواب أبدت مجموعة من الملاحظات حول مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها. ما يخص الحصيلة يمكن أن نعتبرها يعني متواضعة، نظرا أولا لعدد النصوص التشريعية، ولكن أيضا الأهمية ديال النصوص التشريعية. ولكن ما يمكن أن يميز هاد الدورة هو أولا الضعف في تمرير مجموعة من مقترحات القوانين، هذا كيبين بأنه يعني الحكومة ما عندهاش استعداد لتشجيع المبادرة التشريعية ديال النائبة النواب. ما زلنا نجتهد داخل الفريق لتغطية أيضا بعض القطاعات المهمة أيضا، واللي مازال غنقترحوا فيها مقترحات قوانين، وهذا اللي تيخلينا أيضا نبقاو متبعين كل مشاريع القوانين اللي كتجيبها الحكومة، أولا التفاعل معها وتجويد ديالها، وأيضا الاختلاف معها عندما يقتضي الأمر أننا ما تكونوا مختلفين مع المشروع ولا أيضا بعض النقاط اللي كيجيو في بنود المشاريع ديال القوانين الحكومة. الدورة التشريعية بمجلس النواب تميزت بإخراج مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية، وكذا ارتفاع نسبة مقترحات القوانين المحالة على الجلسة العامة. نتوقف اللحظة عند جديد الفقرة الاقتصادية وسهام بخلفي. مساء الخير سهام. أهلا بك نادية وبالمشاهدين الكرام. إذن قطاع واعد ببلادنا سهام يعرف دينامية ملحوظة، وهو صناعة الطيران في المملكة، وهنا يلعب التكوين دور بارز في تطوير هذا القطاع. كما ذكرت نادية، صناعة الطيران قطاع واعد في المغرب، حيث يشكل 5% من الصادرات الوطنية ويوفر آلاف مناصب الشغل للطاقات المؤهلة في هذا المجال. معهد الطيران المتخصص في مهن الطيران بالنواصر ضواحي الدار البيضاء يوفر للمقاولات ما تحتاجه من يد عاملة مكونة في القطاع. المتابعة لليلى عسلي ومحمد العروي. المعهد المتخصص في مهن معدات الطائرات ولوجستيك المطارات بنواصر قطب يعد رافعة هامة لصناعة الطائرات ببلادنا، يستجيب للمعايير الدولية عبر أسلاك تكوين مخصصة للتقنيين، ويهدف منذ تأسيسه سنة 2003 لمواكبة الشركات الوطنية والعالمية التي يحتضنها المغرب والعاملة بهذا القطاع المتطور. لابد نوفر عنصر بشري مكون ومؤهل، والحمد لله هذه المؤسسة. وأيضا هذا الصباح كان عندنا مناسبة زرنا ليما، هما جوج ديال المؤسسات اللي حقيقة كينخرطوا في هذا البرنامج الوطني الهادف. مؤسسة نموذجية تكوينية شيدت وسط مجمع صناعي بمنطقة نواصر تصل طاقتها الاستيعابية 2000 مقعد بيداغوجي، واستطاعت تكوين ما يفوق 1800 متدرب ومتدربة في شعب تقنية متعددة تخص المهن المرتبطة بصناعة معدات الطيران. الان كاين مشروع ديال توسعه ديال المعهد باش توصل الطاقه الاستيعابيه ديالو 3500 ديال المقاعد البيداغوجيه. المعهد يشتغل بشراكه مع المهنيين ديال القطاع مع لوجيماس، وكيعمل على توفير الحاجيات من الكفاءات لهذا القطاع. ويعد المغرب منصة رائدة ومركزا هاما على مستوى القارة الإفريقية في صناعة الطيران، فمنذ إطلاق مخطط التسريع الصناعي ارتفعت فرص الشغل بهذا القطاع بنسبة بلغت 55%.
ضمن فعاليات الملتقى العربي للصناعات الصغيرة والمتوسطة بالرباط، دعا المشاركون إلى ضرورة الاهتمام أكثر بالمقاولات الصغرى والمتوسطة لكونها تساهم في تحقيق نمو اقتصادي وتنمية شاملة ومستدامة. وصل إمغري وسعيد إجازي. العناقيد الصناعية أهميتها في دعم الصناعات التقليدية والحرفية بالإضافة إلى إدماج تطبيقات العلوم والتكنولوجيا والابتكار في أنشطة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مواضيع من بين أخرى تطرق لها هذا الملتقى العربي الثامن للصناعات الصغيرة والمتوسطة. راح تكون هذا الملتقى عبارة عن 4 ورش عمل، ورشة تخص صناعة الخضراء، وورشة تخص سلاسل القيمة، وورشة تخص العناقيد الصناعية، وورشة تخص إدماج العلوم والتكنولوجيا في المشاريع الصغيرة والمتوسطة. الملتقى حضر خبراء عن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وكذا ممثلون عن الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة. هدف اليونيدو هو دعم الدول الأعضاء لشرح محتوى الصناعات الخضراء، وبأنها ليست فقط موجهة للشركات العملاقة العالمية ولكن أيضا تهم الصناعات الصغيرة والمتوسطة. المغرب عنده تجربة رائدة في هذا المجال، حتى الدول الأوروبية الآن أصبحت تهتم بالنموذج المغربي خصوصا بمواكبة المقاولات والرفع من التنافسية ديالها. تظاهرة إذن تأتي لتعريف بالدور الريادي الذي يمكن أن تلعبه الصناعات الصغيرة والمتوسطة في تحريك وتسريع وتيرة التنمية الشاملة والمستدامة. سهام تجربة رائدة في جيج في مجال تجميع مياه الأمطار واستغلالها لأغراض فلاحية، كيف ذلك؟ بالفعل نادية بإقليم فيجيج إنجاز أحواض لتجميع مياه الأمطار المخصصة لإرواء المشية يمثل تجربة ناجحة على المستوى الوطني، خصوصا وأن المنطقة تتميز بمناخ شبه جاف وبقلة التساقطات المطرية. روبورتاج محمد بلاوي، رشيد العتابي، ويوسف مزياني. ينتمي إقليم فيجيج من حيث هو البنية الأرضية إلى سلسلة جبال الأطلس الكبيرة الشرقي، ويتميز بمناخ صحراوي وقلة التساقطات. هي عوائق طبيعية تم التغلب عليها بإنشاء هذه البحيرات التلية لمساعدة الرحل على الاستقرار بالمنطقة وتنمية المراعي وحماية المياه الجوفية. سهل علينا، سهل علينا شوية هالبرج منيك يجبر بشتاك، سهل علينا قريب بعد شوية الحال وكذا وإنه موجود. ولمواكبة وتتبع إنجاز مشاريع البحيرات التلية، قامت كتبة الدولة المكلفة بالماء بزيارة ميدانية لهذه المشاريع، وكذلك في إطار تفعيل الاتفاقية الإطار التي تم التوقيع عليها من قبل كتابة الدولة المكلفة بالماء ومجلس جهة الشرق. الآن تم إنجاز على مستوى الإنجاز تقريبا 21 نقطة الماء لتهيئة وتنجز 3 نقطة الماء الأخرى في طور الإنجاز، واللي يمكن من مواكبة النشاط الرعوي على مستوى الإقليم، خلق يعني تنمية اقتصادية واجتماعية جد مهمة. اليوم في هذه النقطة 100 نقطة ديال الماء تم إنجاز 24 نقطة ديال الماء، يعني وصلنا 25% من البرنامج اللي رسمته هذه الاتفاقيه هذه، ونتمنى ان شاء الله مع نهايه سنه 2021 غادي تكون انتهينا من العمل ديال هاد 100 نقطه. اقتصاد المنطقة عموما يعتمد على تربية المشية، ومن شأن برنامج إنشاء البحيرات التلية أن يؤمن للسكن بالمنطقة إمكانيات أفضل لاستعمال المياه التي توفرها هذه المنشأة خاصة في الراعي، وتسهم كذلك في الارتقاء بالمجال التنموي على الصعيد الجهوي. أعلنت المديرية العامة للضرائب اليوم عن إطلاق شهادات إلكترونية جديدة في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعميم استعمال المساطر عن بعد، ويتعلق الأمر بشهادة الإعفاء من الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات بالنسبة للعربات ذات محرك كهربائي أو العربات ذات محرك مزدوج، وشهادة الوضعية الجبائية القانونية، وشهادة عدم خصم اشتراكات تأمين التقاعد التكميلي، وشهادة الاقتطاع
من المصدر، بالإضافة إلى شهادة الإعفاء من رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية بالنسبة للمنعشين العقاريين. ودعت المديرية الراغبين في الحصول على هذه الشهادات إلى تقديم طلب بهذا الشأن والحصول على شهادات إلكترونية عبر البوابة www.tax.gov.ma، مشيرة إلى أن هذه العملية تهدف إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات الضريبية أمام الملزمين بالضريبة. واللحظة مشاهدينا نلقي نظرة على أبرز مؤشرات الأسواق المالية وأسعار صرف العملات. هكذا مشاهدينا ننهي أخبار الاقتصاد تتمة النشرة مع نادية البدن. شكرا لك سهام. ونواصل من الدار البيضاء مع حفل تخرج الفوج 29 من مهندسي الدولة من المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك. الحفل توج بتوزيع جوائز التميز على الخريجين المتفوقين. فتح أمغار وعاشور بن مسعود. سكينة مهندس الدولة في الإعلاميات وأشرف مهندس دولة في المجال الميكانيكي حازا على الريادة ضمن دفعتهما في الفوج 29 بالمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك بالدار البيضاء. فمسارهما الأكاديمي توج بحصولهما على جوائز التميز والاستحقاق. الشعبة ديالنا ولات مطلوبة في سوق الشغل، أن المقاولات والشركات ولو مهتمين أكثر بحماية وبتأمين نظام المعلومات ديالهم. الشعبة كونسيبسيون ميكانيك برودكسيون انتجري كتكون بجوج، لا كونسيبسيون ولا برودكسيون. لا كونسيبسيون اللي هي الديسان والديسان تو سكي ديسان كالكول اي ديزاين، والبرودكسيون انتجري اللي هي الهندسة الصناعية. الشعبة هذه ولات بلوز بلو دوموندي دون في سوق الشغل. يضم الفوج 29 للخريجين حوالي 218 مهندس دولة موزعين على 10 تخصصات، أطور مؤهلة لولوج سوق الشغل من بابه الواسع. هذه السنة كذلك تنعرفوا الحمد لله واحد 93% من نسبة النجاح على الصعيد المؤسسة، وحوالي 98% في السنة الثالثة سنة التخرج. وكذلك في الفوج هذا العام عرف 21 مهندس اللي دار السنة الأخيرة بالدول الصديقة كفرنسا وكندا في إطار اتفاقيات التي تربطنا بهذه المؤسسات على الصعيد الدولي. للإشارة فإن أزيد من 7000 خريج مهندس دولة على صعيد المؤسسة منذ إنشائها سنة 1990 ساهمت بذلك في تزويد القطاعين العام والخاص بكفاءات وأطر مؤهلة حتى في الميادين السوسيو اقتصادية. تحتضن جهة سوس مساء أشغال اللقاء الجهوي حول دور المجتمع المدني في بلورة النموذج التنموي الجديد وتعزيز الديمقراطية التشاركية. خامس لقاء من نوعه ركز على دور ومساهمة المجتمع المدني في خلق ثروات وفرص الشغل. حجب تامك والمهدي الشطيبي. لقاء يهدف إلى تعميق النقاش حول دور المجتمع المدني في بلورة النموذج التنموي الجديد وسبل تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية على المستوى الترابي. في إطار المخطط الوطني للتشغيل الذي نص على الاستثمار في العمل الجمعوي كقوة مشغلة، المغرب لغاية اليوم نسبة هذه القوة على المستوى الوطني 1%،
طموحنا ان نصل ل 10%. عندنا واحد العدد ديال الجمعيات في التنمويه في العالم القروي اللي كتشغل من مشغل الى 10 المشغلين في هذه الجمعيات، وهناك كذلك جمعيات فيما يخص في المدن اللي كتعمل في الميدان الاجتماعي. عدد من فعاليات المجتمع المدني على صعيد جهة سوس مسا كانت حاضرة في هذا اللقاء التشاوري لرصد الإكراهات والتحديات القانونية والضريبية التي تحول دون تمكين الجمعيات من دعم التشغيل والنهوض بهذا القطاع. احنا كمجتمع مدني جينا اليوم لهذا اللقاء باش نستفدوا ونطرحوا بعض المشاكل اللي احنا كنعانيوا منها كجمعيات وكجمعيه نسائيه بالخصوص. انا كنخدموا مع النساء عامه، يعني الاعمال اللي كنديروا اللي كيستافدوا منها النساء في الجمعيه ديالنا مثلا كالخياطه والطبخ ومحو الاميه. يذكر أن جهة سوس مسا جهة رائدة على المستوى الجمعوي، حيث تضم ما يناهز 16 ألف جمعية في مختلف القطاعات، وتعتبر عنصرا أساسي في التنمية المحلية. نفتح ملف الأنباء الدولية من سوريا. محافظة السويداء في الجنوب اهتزت اليوم من جراء هجوم انتحاري واسع تخللته عمليات انتحارية لتنظيم داعش، والحصيلة 180 قتيلا، وهي الأكبر في محافظة بقيت إلى حد كبير في منأى من النزاع الذي يعصف بالبلاد منذ سنوات. إبراهيم مرزوقي. يوم دامن عاشته اليوم مدينة السويداء الواقعة على بعد 128 كيلومترا جنوب شرق العاصمة دمشق، حوالي 180 قتيلا وأزيد من 100 جريح، هي حصيلة سلسلة من الهجمات الانتحارية التي استهدفت عددا من المواقع داخل السويداء وتبناها تنظيم داعش. وحسب ناشطين سوريين فإن حوالي 62 مدنيا و94 مسلحا من أبناء محافظة السويداء الذين حاربوا مسلحي داعش هم ضمن ضحايا هذه الهجمات. وقد تزامنت هذه التفجيرات الانتحارية مع هجوم واسع شنه مقاتل التنظيم على بلدات ريف محافظة السويداء الشمالي الشرقي، ويعتبر هجوم داعش اليوم الأكبر من نوعه الذي تشهده محافظة السويداء منذ انطلاق الثورة السورية قبل نحو 7 سنوات. وتأتي هجمات السويداء في وقت بات فيه الجيش السوري على وشك استعادة كامل الجنوب الغربي للبلاد، والذي يشمل محافظات درعا والقنيطرة والسويداء، حيث تمكن في الأسابيع الأخيرة من استعادة نحو 90% من هذه المناطق، إما بفعل العمليات العسكرية أو التسويات التي عقدها مع بعض الفصائل بواسطة روسية. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 13 مواطنا فلسطينيا فرقة في الضفة الغربية المحتلة، وداهمت عدة منازل وقامت بتفتيشها واعتقال شبان فلسطينيين. هجوم انتحاري قرب مركز اقتراع جنوب غرب باكستان يخلف مقتل 28 شخصا. الحادث وقع في مدينة كويتا في وقت كان يدلي فيه الملايين الناخبين بأصواتهم في انتخابات تشريعية. 19 قتيلا على الأقل وأكثر من 3000 في حاجة إلى الإنقاذ، تلك هي حصيلة انهيار سد في منطقة نائية في لاوس التي لها منافذ بحرية. الحادث أدى إلى اندفاع 5 مليارات متر مكعب من الماء وغمرت المياه قرى بكاملها. باليونان ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات التي تشهدها ضواحي العاصمة أثينا إلى 79 قتيلا وحوالي 200 مصاب بجروح متفاوتة الخطورة. حرائق أخرى اندلعت في مناطق من اليونان دمرت العديد من المباني وأجبرت السكان على إخلاء منازلهم. في التوقعات الجوية ببلادنا طقس حار سيتواصل حتى بعد غد الجمعة حسب نشرة خاصة لمديرية الأرصاد الجوية الوطنية. درجات الحرارة ستتأرجح بين 39 و 48 بكل من الجنوب الشرقي شرق وجنوب الأقاليم الجنوبية الشياضمة وسوس والسهول الغربية.
ومع ارتفاع درجات الحرارة بمدينة مراكش يقبل سكان المدينة وزوارها على المسابح العمومية والخاصة للاستمتاع بمياهها ووسائل الترفيه التي تقدمها. ريبورتاج أمين علام والمعتصم بالله البعزاوي وحياة فخري. عندما يحل فصل الصيف وترتفع درجات الحرارة يبحث المراكشيون وزوار المدينة الحمراء الذين يتوافدون عليها من أنحاء مختلفة في هذه الفترة عن الأماكن المناسبة التي تقيهم الحر فتصبح المسابح وجهة مفضلة إذ توفر مياهها الباردة الانتعاش المطلوب إلى جانب ما تقدمه من وسائل الترفيه التي تلقى استحسانا من طرف الزوار بمختلف الأعمار. كنعرف مراكش معروف بالحراره دائما من شحال هادي والناس الى كيلقاو هذا هو المتنفس ديالهم شي بارك تاع فيه لي بيسين وكاينين دي زوبوغون زوينين اللي عملنا فيهم وعجبونا. جئنا لهذا الفضاء الممتع هربا من حر القيد بمراكش. بالرغم من اشتغال العديد من المسابح على طول السنة إلا أن الفترة الصيفية تشهد إقبالا خاصا ما يجعل المسؤولين على هذه الفضاءات يبحثون عن الوسائل التي تجعلهم يستقطبون أكبر عدد من الزوار من خلال تنويع العرض والبرامج الترفيهية التي يقدمونها. هناك فريق مكون من 3 منشطين بتجربة دولية والذين يقدمون جانبا آخر من الترفيه والتنشيط لرواد هذا المسبح وخصوصا منهم الأطفال. نحن جد مسرورين اليوم لاستقبال مزيد من الأسر بهذا الفضاء ومن المنتظر أن نستقبل عددا أكبر خلال شهر غشت المقبل. تحت ظلال الأشجار والمياه المنعشة وتنوع الأنشطة يجد زوار هذه المسابح فرصة لقضاء أوقات جميلة تنسيهم ارتفاع درجات الحرارة وتمكنهم من الاستمتاع بسحر المدينة الحمراء. الشواطئ بدورها وجهات مفضلة خلال موسم الاصطياف وحيث درجات الحرارة تسجل ارتفاعا ملحوظا. شاطئ المهدية قرب القنيطرة يستقطب أعدادا متزايدة من المصطافين، ميزاته النظافة والأنشطة التي يوفرها لمرتاديه. ريبورتاج سعيد ريما وحسن سيلة. شاطئ المهدية وجهة مفضلة لعشاق البحر والاستجمام، فبجودة مياهه واعتدال مناخه ونظامه الإيكولوجي المتوازن وضعت مؤسسة محمد السادس للبيئة قرية نموذجية، وذلك للتحسيس بأهمية الشاطئ والحفاظ على نظافته. اليوم جينا الشاطئ مهدية، شاطئ نقي جدا والناس ديالو ظراف، ونسعيو على أن هذا الشاطئ يبقى نقي والأطفال ديالنا ما يلوحوش الأزبال يحوه في البوبال. النهار دي زوين ومشمش والناس المشرفين على هاد القرية النموذجية تبارك الله عليهم، برافو عليهم، من حيث نظافة ومراقبة حراسة الشاطئ وناس في المستوى. القرية النموذجية أبوابها مفتوحة أمام الصغار والكبار، برامج تربوية ورياضية وأخرى توعوية وتحسيسية لفائدة الزوار القادمين للاستمتاع بطبيعة فريدة رائعة، الكل يرغب في قضاء وقت ممتع وسط رمال ذهبية ناعمة ومياه باردة. هذا الفضاء هذا اللي هو عبارة عن فضاء الغاية منه هو تحسيس على النظافة وتحسيس على المحافظة على البيئة، وبالتالي هو مكان اللي فيه واحد مجموعة من الأنشطة كتمارس فيه واحد مجموعة من الأنشطة اللي هي أنشطة تربوية. وحنا كنستقبلوا جميع المصطافين، هنا كاينين الناس من الخارج هنا وكندير لهم واحد التوعية، هنا كاين الألعاب ديال الأطفال وخاصة عندنا واحد الكروسة ديال لي زانديكابي كندخلوهم يعوموا بها. شاطئ المهدية يعد من الشواطئ المهمة بالمملكة، عملية النظافة تتواصل كل يوم من طرف المصالح المعنية بالإضافة إلى تطوع جمعيات المجتمع المدني، وذلك للحفاظ على رونق وجمالية الشاطئ. في الرياضة، اليوم الأول من منافسات ألعاب القوى ضمن الألعاب الإفريقية للشباب والمقامة بالجزائر عرف تألق العدائين المغاربة في المسافات النصف طويلة، وكانت أولى الميداليات فضية في سباق 1500 متر رجال. عبد الحق شراط، حسن الحريري وسعيد نجح. أفضل نتيجة لألعاب القوى المغربية هذا اليوم كان من وراء العداء الواعد السي أنس الذي قدم السباق الرائع في مسابقة 1500 متر، رغم تواجد المدرستين الكبيرتين لألعاب القوى العالمية والمتمثلة في كينيا وإثيوبيا وسط العدائين كيفالي ميلس وأوغيزيوي.
هذا التالوت ظل مجتمعين حتى الأمطار الأخيرة من خط النهاية. يتمكن أعداء الكيني أو جازاوي من الفوز بالميدالية الذهبية بتوقيت 3:49.64. حل العداء المغربي المتألق السيء أناس ثانيا منتزعا الميدالية الفضية فيما عادت النحاسية للإثيوبي ميلس. ما كنتش متوقع ولكن الحمد لله كنت عارف راسي غادي ندير مزيان وندخل له مع ثلاثة الأوائل. وهذه الحمد لله وحققت نتائج مزيانة والفضل كيرجع الأستاذ ديالي وكنشكره بزاف. صحيح لم تكن حصيلة الرياضة المغربية بالكبير من حيث الميداليات خلال هذا اليوم، اختصرنا على الفضة والنحاس خصوصا في الدرجات الجبلية وكذلك ألعاب القوى. نترقب انطلاقا من الغد بروز الرياضي المغاربة في العديد من أنواع الرياضي من ضمنها الملاكمة المصارعة ثم كذلك الفروسية وألعاب القوى. عبد الحق شرات سعيد نجح للأولى الجزائر العاصمة. رياضيا دائما احتضنت القنيطرة على مدى يومين منافسات البطولة الوطنية لألعاب القوى الخاصة بفئة الشابات والشبان وقد عرفت تفوق عدائي وعداءات الفتحة الرياضية خالد رغوت ومحمد نصيري. 900 عداء وعداء يمثلون أزيد من 100 نادي شاركوا في منافسات البطولة الوطنية لألعاب القوى التي احتضنتها حلبة ألعاب القوى بمدينة القنيطرة على مدى يومين. هؤلاء العدائين والعداءات الذين يعدون من أجود العناصر على المستوى الوطني تمكنوا من التأهل من خلال البطولات الإقصائية الجهوية للعصب والملتقيات الفيدرالية. التنافس في هذه البطولة احتدم بالخصوص بين عداء وعداءات فرق الجمعية الرياضية للقوات المسلحة الملكية نادي أتلتيك الرباط والفتح الرباطي، حيث استحوذوا على أغلب الميداليات المخصصة لمختلف السباقات المبرمجة في هذه البطولة الوطنية قبل أن يتمكن فريق الفتح الرباطي من احتلال الصف الأول حسب الترتيب العام، متبوعا في الصف الثاني بفريق أتلتيك الرباط والمركز الثالث عاد لفريق الجمعية الرياضية للقوات المسلحة الملكية. هذه البطولة تعد مناسبة لاكتشاف أسماء جديدة في رياضة ألعاب القوى. والحمد لله كيف كتشوفوا العدائين كانوا في جميع الازاتليت كانوا في مستوى مزيان والحمد لله واخا كان شويه صعوبات بالنسبه للجو بالنسبه لبزاف الحوايج الحمد لله. اليوم تنشوفوا ابطال وطنيين اللي هما في المستوى العالي اللي تيمثلوا تيشرفوا العاب القوى الوطنيه واللي تخرجوا من هذه البطولات الوطنيه وهذه تيشرف العاب القوى الوطنيه وتيشرف الانديه الوطنيه لانه ملي نشوفوا ابطال تيخرجوا من هذه البطولات هذه. منافسات هذه البطولة الوطنية كانت إذن آخر محطة ضمن البرنامج السنوي للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى بعدما جرت الأسبوع المنصرم نهاية كأس العرش والتي عرفت تتويج فريق الجيش الملكي باللقب. آخر صور هذه النشرة تنقلنا إلى قلميم التي تتواصل بها فعاليات الدورة الثامنة لأسبوع الجمل وضمن فقراته سباق الهجن. غالي القرحي وعبد الرحيم حاجي. 84 مشاركا في فعاليات سباق الهجن المنظم في 4 أشواط، شوطين للثني وجدعان وشوط للصيادح وشوط لأزوزيل، رياضة تراثية تتسم بالإثارة والتشويق والتنافسية بالنظر إلى قيمة سباقات الهجن في المخيار الشعبي لساكنة المنطقة. كوب هذا احنا ما كنا نعرفوه بسباق الهجن، كنا نعرفوه باللز للزلبل، وكان هذا الشيء اللي كانوا اللي كنا نعرفوه كانوا يعرفوه باتنا وجدادنا وهذو هما كانوا المراكب اللي نعرفوا في الماضي. ما كان وزريك الحمد لله توفرت الامور عادوا المراكب حتى في الحديد وفي الجمال. رياضة تراثية من أكثر الفقرات تشويقا تتطور سنويا ضمن فعاليات مهرجان أسبوع الجمل رغبة من المنظمين في إعطاء المزيد من الاهتمام لسباقات الهجن وتشجيع الكسابة على المشاركة في هذه المنافسات وحفظ التراث. نعطوا أهمية قصوى لهذا الجانب هذا باش يبرز لأنه لا ثقافيا ولا اجتماعيا ولا سياحيا ولا حتى رياضيا. إذن على هذه المساويات كاملة احنا متباركين مع هذا الموضوع هذا باش نطوره أكثر سنة ورا سنة يتطور العدد دي المتسابقين يتطور. 4 أشواط، الشوط الأول فيه الثني والثنية والجدعة والشوط الثاني نفس الحالة والشوط الثالث فيه اللال وانت وحدها لا الصيدح والشوط الرابع فيه الجمل. يتوصل الاحتفاء بالجمل كمكون أساسي من مكونات الموروث الثقافي والتراث الشعبي للمنطقة عبر عدة فقرات وأنشطة ينضاف إليها سباق الهجن الذي يحظى بشعبية واسعة في أوساط ساكنة قليميم وأدنون.
نذكر بالعناوين: حفل استقبال بالرباط على شرف الناجحات والناجحين في مباراة ولوج خطة العدالة 2018، مبادرة تحتفي بولوج المرأة لأول مرة في تاريخ المملكة مهنة عدل تنفيذا للتعليمات الملكية السامية. المعهد المتخصص في مهن معدات الطائرات ولوجستيك المطارات بن وصر قطب لتكوين بإشعاع دولي لمواكبة تطور القطاع. استمرار الطقس الحار بعدد من مناطق المملكة والمسابح والشواطئ وجهات مفضلة للتخفيف من شدة الحر خلال موسم الاصطياف. بالجزائر العداؤون المغاربة يتألقون في اليوم الأول من منافسات ألعاب القوى وتتويج بميدالية فضية في سباق 1500 متر ذكور ليرتفع مجموع ميدالية المغرب في مختلف الرياضات إلى 61. شكرا لكم على المتابعة، إلى الغد إن شاء الله.